انتي بعدك حلوة وصرتي أحلى، شو هالصدفة ما في أحلى، بتغيب الشمس ما بيطلع غير الهلال، والليل بيمرق على هدايا السؤال. له دائما مع الحب موعده، يكتب يلحن ويغني ويتنفس عشقا، وآخر أنفاسه أغنية بعشق روحك التي تضعه مجددا بين صفوة فنية حافظت للحب ودا. بعشق روحك والكلمات، بعشق احساسك بالذات، كيف بتمشي وكيف بتحكي، قلبي بيشتهلك بجنون، ما بعرف مع غيرك كون، ولا بقدر مع غيرك احكي. بعشق روحك والكلمات، بعشق احساسك بالذات، كيف بتمشي وكيف بتحكي. مروان خوري الذي سيطلق ديو بعشق روحك مع الفنانة ألين لحود لن تخاف معه على الرومانسية، فهي بخير طالما أن مروانها بخير. يا حبيبي ليل امبارح ما حكيت لك شو صار، لما اطلعت علي عيونك قالت أسرار، سهرني الشوق الجارح ناطر طول النهار. يا حبيبي ألحانه وطيب تعابيره ورقة صوته كلها تشكل غزوا منظما لخلايا الجسد، فتعطيه مناعة ومضادات حيوية تقيه شر السوق الفنية. وهالأغنية اشتغلت أنا وألين لحود اللي بحبها كثير، وفي تناسب وانسجام تام، وهذا أهم شيء بأي ديو بفكر أعمله، لذلك بوعد الناس هيك بعمل حلو ومرتب بدون التفاصيل. أنا لحظة عنك تبعدني ولا ممكن أقدر أتصور، أنت بعدك بيعذبني ما في منك أتحرك، دخيلك بغيابك عني لا بعرف لحن ولا غني، الهم يدور. لمروان خوري عبق آخر يتمكن من العمل ليصبح علما، بنغماته ينجح الفنانون، والشراكة مع صوته تشكل ممرا آمنا للكثير من الفنانات. ولكن هل كانت بعشق روحك لإليسا؟ ولماذا لم يستكمل خوري التجربة مع كارول سماحة؟ ما كانت لحدا يعني حتى فكرة انه كانت لحدا ما بتضيف ولا بتقلل من الغنية. اول مرة تلاقينا احساسي مش هو تغير، حبيتك ما بقدر اقلك، بعرف بوصف لك اكتر، انت مش بس بتعجبني، نظرة منك بتدوبني، بعيش حبك وبموت. انا لحظة عنك تبعدني ولا ممكن اقدر اتصور، انت بعدك بيعذبني ما في منك اتحرك، دخيلك بغيابك عني لا بعرف لحن ولا غني. في بعشق روحك يعود مروان إلى كلود شقيقه ورفيق المشوار الصعب بعد أن وقع الطلاق مع روتانا ولم يتم النصيب مرة أخرى. رح نسوي الأغنية قريبا؟ ايه أكيد مع أكيد. خيك صحيح؟ ايه مع كلود خوري، ما حضرنا الفكرة بعد، منعد عليها هيك ومننسق سوا. ما بعرف اذا حيكون عملك، بعتقد حيكون كلاسيكي لانه الاغنيه بتتطلب، يعني احيانا بيقولوا لي مروان انت كثير جدي وبتبين جدي، الجديه هي بس تعطي الصوره الصح للاغنيه حسب الاغنيه. الانتاج انا لالي، عندي الحريه بالتصرف. وصلت عنده؟ انا خلصت العقد انتهى، الحريه بالتعب بتصيري وحدك، بس انا صراحه يبدو اني برتاح للحريه لانه انا بشتغل كل شيء، من الكلمه للحن، التوزيع بتعاون مع الموزعين، الاخراج بحاول يكون لي فكرتي، بقى كل هالتفاصيل هيدي بتريحني انه اكون وحدي. وقوع مروان على خط الرومانسيه لم يجنبه الحقيبه الدبلوماسيه، فهو بفطره زغرتويه يميل الى المتابعه السياسيه وان نقدا. الوضع الحالي مأثر بالتوقيت علينا، مأثر بالمزاج علينا كفنانين. مصدقيني يمكن اكثر وقت عم نقضيه على التلفزيون، وخصوصي على الجديد يعني اذا بدنا نتابع الاخبار،
ومقدمة مريم البسام. ايه ما فينا بدنا نروح المقدمة بقى رائعة مثل دايما. شوي الأحداث مغيرة بالمزاج هيك وما بعرف مخلتنا يعني عن جد عم بحاول كون نشيط وعم بحاول أعمل شيء، والناس بتسألني وين ما كان إنه وين صرت مروان وشو. أنا المشكلة إنه ما بحب أقدم شيء إلا ما أكون مقتنع فيه 100% وتكون الأجواء كمان مريحة. بتمنى الأجواء هيك بعد فترة نبلش نوصل لنتائج فعالة والناس تكون مرتاحة شوي. وللزواج رواية أخرى. ما في ما أسأله هيدا السؤال. هلا لأن دائما مروان لما نشوفها بنحس برومانسية وبنحس بالحب، ولما نسمع أغانيك نفس القصة. وين غير لما تعرف علي؟ لا وين مروان؟ بالعكس بعرف. وين مروان من الرومانسية ومن الحب؟ من الحب أنا دائما قريب. أنا دائما بس يمكن بعيد من الزواج. ليه؟ هلا بتخاف الزواج؟ الزواج رائع والزواج خطوة اجتماعية مهمة، بس مش بالضرورة الزواج هو تتويج للحب دائما. لو في رجع بإيدي الوقت لأنه شوي نفس المكان ونفس هالغني، وإنت وأنا كنا بأول يوم. نهاية الحب لك، رجعي لكل قصص الكتاب الكبار، ما حدا تجوز بالاخير. يا رب تقوم ايامنا سوا ويبقى عطول جمعنا الهوى. يا رب تقوم يا رب تقوم، يا رب نعيد هالحب اللي كان واحلى بكتير من الماضي كمان. يا رب نعيد. I'm not afraid.